قالت مصادر محلية إن جرحى وقتلى من أنصار الله سقطوا اليوم في هجوم شنه رجال القبائل مسنودين بعناصر القاعدة على عدد من المواقع بمديرية رداع. وذكر سكان محليون إن انفجارات كبيرة هزت منطقة حمد صرار بقيفة رداع عقبتها اشتباكات عنيفة بين القبائل ومسلح أنصار الله. وأوضح شهود عيان إن قبائل مسنودين من القاعدة حصروا مسلحي أنصار الله من جميع الاتجاهات واشتبكوا معهم بالأسلحة الخفيفة والمتوسطة، مشيرين إلى أنهم شاهدوا قتلى وجرحى سقطوا في صفوف مسلحي أنصار الله.